اهلا بحضراتكم. عدنا بعد الفاصل. بصراحه كل ما بيوحشوني اسرتي وحبايبي وزمايلي والعيله الكبيره اللي انا بتشرف بالانتماء اليها. بصراحه انا مقصر كمان, بقالي كتير ما رحت لهمش, وهما كمان مقصرين عشان قالوا لي هنعمل حاجه كده وندعوك وكلوا عليا التورته والجاتوه اللي بيعملوها. انا بنتهز اي الفرصه واستضيف زمايلي واخواتي وحبايبي في مؤسسه بهيه. هذه المؤسسه اللي انا طول الوقت بقول لكم مش بس فخور بالانتماء اليها, لا فخور كمان بالنضج والنجاحات اللي بتحققها كل يوم بعد يوم, والحقيقه كمان بالحاله النفسيه والمعنويه الرائعه اللي بتتولد كل يوم كمان جوه بهيه. اي حد بيزور بهيه بيخش المؤسسه ما بيكتشفش انها مستشفى, بيحس ان هي بيت كبير, بيت عيله كبير. حتى اللي بيعدي في شارع الهرم من بره بيحس بالطاقه الايجابيه اللي بتتولد جوه مؤسسه بهيه لعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان, اضافه كمان الى النجاحات اللي حصلت واخرها انا اعلنتها لحضراتكم الاسبوع اللي فات, وهو تقليل طوابير الانتظار. اعتقد وصلت هتوصل 21 يوم بمناسبه عيد الام, ودي كلها حاجات تسعدني. الصديقه العزيزه بالوانها الجميله الاستاذه مروه مراد, مديره الاتش ار تنميه الموارد البشريه في المؤسسه المنوره. اهلا وسهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ انا تمام, كله كويس. وحشتنا. بس انتوا وحشين, ما بتعزمونيش. لا ازاي بقى؟ ايوه لا لا لا, في اقرب وقت قريب جدا, قريب جدا يعني. لازم تنورنا, وحشتنا. وكمان المحاربات الجميلات صديقاتي العزيزات وحشوني جدا, وانا مفتقد الشحن. البطاريه دلوقتي قلت, فعايز صح, عايز طاقه, عايز طاقه شحن, طاقه ايجابيه. كلنا والله كلنا بنشحن يعني, لما بنقعد معاهم بناخد طاقه. ان شاء الله لينا لقاء قريب في المؤسسه عشان نشحن البطاريات, وبدعو كل الناس حتى اللي معهوش فلوس يتبرع او ما عندوش قدره انه يعمل حاجه يروح يزور بس المستشفى او المؤسسه, هيحس بحاله حلوه جدا جدا جدا, وهيطلع مشحون وهيلاقي حاجه يعملها حتى على مستوى المساعده اليدويه, مساعده النفسيه للمحاربات. فكلنا نقدر نساعد بمختلف القدرات يعني. حقيقي عندنا حاجات كتير. قولي لي بقى ايه؟ حلوين كويسين الحمد لله. انا عارف انتوا دلوقتي حلوين. انتوا وصلتوا فعلا لتقليل طوابير الانتظار الاسبوع اللي فات. احنا كان عندنا مشكله, الحكايه دي فعلا كانت بتؤرقنا جدا يعني. يمكن مجلس اداره بهيه ما كانوش بيناموا تقريبا بسبب الموضوع ده. زمان من سنه ونص تقريبا كانت قوائم الانتظار 3 شهور. صح. وبعدين ربنا اكرمنا بمساعده شركائنا والمصريين اللي دايما بيقفوا في ظهرنا وجدعين وبيساعدونا, وقلت بقت 45 يوم. اطلقنا مبادره من تقريبا اواخر فبراير ان احنا عايزين نقلل قوائم الانتظار دي, نخليها 21 يوم بس. يعني النص المده تقريبا. تمام. فبرضه كالعاده بمناسبه 21 مارس اللي هو عيد الام, تيمنا بعيد الام طبعا. كويس. ويبقى نص الفتره تقريبا, نص المده يعني. كمان المعايير العالميه بتقول ان فتره ال 21 يوم دي مش هتبقى مؤثره قوي لو انا حاله منتظره معادي علشان اكشف واطمن على نفسي, ولا قدر الله عندي حاجه وانا مش عارفه, فده مش هيؤدي للتدهور الحاله او تاخر. فان شاء الله احنا بنسعى ان احنا نوصل للرقم ده مع تاريخ 21 مارس احتفالا بعيد الام, وكمان عشان نطمن كل ام تانية في بيتها. صحيح. ان انت مش هتستني كتير, مش هتقفي كتير في الدور, لا هما 3 أسابيع قبل ما تفكري في الموضوع هتيجي بهية وتطمني على نفسك. صحيح. ولسه الحالة الجميلة مستمرة, وهي فكرة انه المحاربات واللي الحمد لله ربنا بيكتب لهم الشفاء بتلاقيهم مجندات تاني في المؤسسة وهم اللي بيقدموا الدعم طبعا بشكل يعني غير طبيعي. يعني عايز اقول لحضرتك هم دايما هم دلوقتي اللي واقفين في ظهرنا. يعني المحاربات اللي تعافوا او حتى اللي بيستكملوا مراحل العلاج بتاعتهم, العلاج الهرموني, ودي بتطول سنوات شويه, هم دلوقتي المتطوعات وقاعدين في بهيه تقريبا 24 ساعه, عارفين كل كبيره وصغيره, بيدعموا السيدات اللي بتيجي بهيه تكشف وتكتشف ان في حاجه, هم اللي بيقفوا معاها وبيسندوها, بيقولوا لها احنا كنا مكانك في وقت من الاوقات. صح. وزي ما انت شايفه احنا تعافينا وتمام. من اهم وسائل الدعم النفسي انه ممكن الدكتور او حضرتك او الموظفين في مؤسسه يطبطبوا على المريضه لما تكتشف المرض وبتاع ويحاولوا يخففوه عنها. استقبالها لطبطبتكم غير لما محاربه تقول لها انا كنت واقفه مكانك هنا من سنه او من سنتين وجالي نفس الخبر واتصدمت نفس الصدمه, وانا دلوقتي قدامك, اهو طبعا بتتحول 180 درجه من انهيار ودموع وحاله, طب ولادي, طب هعمل ايه في مذاكرتهم, طب انا كده هموت, لاول ما تشوفها ايه ده انت كنتي مريضه, بنلاقي بقى الدموع دي بتبتدي تختفي وتبتدي التساؤلات بقى.
تبتدي تسالها طب ازاي، طب انت تخطيتي ده ازاي، ونبتدي ناخدها ستيب باي ستيب كده ونعرفها ايه اللي هيحصل المرحله اللي جايه. طبعا الدكتور بيبقى شارح لها كل حاجه، بس الدعم بيبتدي يعرف، طب تعالي احضري معانا جلسات الدعم النفسي، اطلعي معانا رحلات، احضري حفله معانا، استاذ تامر امين جاي يزورنا، تعالي اقعدي معاه وشوفي يعني تصوري معاه. فكل دي حاجات بتسعدهم جدا جدا. مؤخرا عملنا حاجه كمان انا بصراحه بشوفها متميزه، ما اعتقدش ان في حد فكر فيها. لا بس قبل الحاجه المتميزه، لان انا لسه حابب كمان الناس تحس وتشعر معانا بالحاله الحلوه اللي جوه، سواء في فكره المحاربات دي والمتعافيات منهم اللي بيتحولوا في النهايه الى وسائل الدعم النفسي. انا كمان بلاحظ انه وانت باعتبارك بقى مسؤوله عن الاتش ار والموارد البشريه والموظفين، الماليه، الفلوس، الفلوس كلها يعني انا ما بحبش كلمه فلوس قوي يعني، لانه في الحاجات دي عينيك بتوسع اول ما بتكلم عن الفلوس، تلاقي علامه الدولار اترسمت عليها. لكن الحقيقه انا بحس كمان انه الموظفين في المؤسسه مش موظفين، ده حقيقي. يعني مش فكره انا رايح الشغل وراجع من الشغل، لا لا لا، انا عندي ميشن، في مهمه بروح لها وفي عيله بنتمي اليها اكتر من فكره شغلانه بروحها وبروح منها. ده حقيقي، احنا بهيه بالنسبه لنا فعلا بيتنا التاني، انا بقعد في بهيه اكتر ما بقعد في بيتي. ده حقيقي فعلا، يعني احنا بنعمل كل ده بحب وبندي ده كل ده بحب، ودايما لما نجتمع مع بعض كده كموظفين وكمجلس اداره، واحنا دايما قريبين من بعض جدا، بنقول لنفسنا حاجه شهيره كده، نقول لنفسنا حطي نفسك مكان الست دي، وانت بتتعاملي معاها وانت بتكلميها وانت بتردي على سؤال بتساله وانت بتطبطبي عليها وانت بتوديها رحله، حطي نفسك مكانها، هيبقى احساسك ايه؟ حريصين جدا عندنا في التوجيهات دايما للموظفات والموظفين، يا جماعه دايما الابتسامه، دايما الضحكه، دايما تردوا بايجابيه، دايما تتقبلوا من المحاربات او السيدات اللي جايين يكشفوا اي عصبيه اي تساؤل، ان هي جايه قلقانه خايفه. صحيح. فحطي نفسك مكانها. فالحمد لله الجو عندنا فعلا زي ما حضرتك بتقول ما بتحسش ان هو مستشفى. صح. كلنا اسره يعني. مظبوط. وفكره عشان تبسطي موضوع الفلوس في ميزه مهمه جدا موجوده في مؤسسه بهي. معلش انا يمكن بقول معلومات كمان زي مروه، لانه انا يعني متداخل في المؤسسه حضرتك من العيله بتعجبني حاجات حلوه جدا. طب. يعني تقريبا مش موجوده الا في المؤسسه، هي فكره الثقه من المتبرع في المصدر اللي بيحط فيه فلوسه، وامكانيه مراقبه الفلوس لحد ما اشوف نتيجتها. طبعا. ودي حاجه مطمئنه جدا، كانت قافه عند المصريين جميعا، ويقول لك انا عايز عندي فلوس زكاه او عندي فلوس صدقه عايز اصدق بيها، بس خايف ما تروحش للوجه اللي انا عايز اشوف بعيني واطمن. لا احنا ده متاح جدا عندنا. اولا احنا ما عندناش حد بنقول له تعالى اتبرع خالص، احنا بنقول له تعالى زور، تعالى شوف بهي، تعالى اتفرج على بهي على ارض الواقع شكلها ايه. لما هو بيجي وبيشوف بنفسه على ارض الواقع وبيشوف الانجازات اللي عملتها بهي في خلال الخمس سنين، يعني احنا ده دي الذكرى الخامسه لبهي في مارس ده، بيقول معقوله انتوا عملتوا كل ده في خمس سنين؟ معقوله كل الناس اللي قاعده دي اللي اتعالجت واللي لسه بتتعالج كل ده حصل في خمس سنين؟ فبتتخلق عنده اوريدي الرغبه ان هو لا ده انا اللي عايز ابقى واحد من العيله دي. صحيح. وانا اللي عايز اشارك وعايز اساعد، طب انتوا محتاجين مني ايه؟ اقدر اساعد ازاي؟ وبيبتدي يتبرع. بعد ما بتحصل مرحله التبرع خلاص هو بقى واحد من العيله، فهو اوتوماتيك بتروح له تقارير شهريه عن الحاجه اللي اتبرع لها، هو عمل ايه، اي وقت هو عايزه يقدر يعني يجي ويشوف. يعني انتوا بتبعتوا له كمان انت فلوسك دي اشترينا بيها جهاز، الجهاز ده عالج كام حاله؟ طبعا. او الفلوس دي تولت حالة معينه واشتغلت لحد ما خفت؟ الحاله دي وصلت لفين في العلاج دلوقتي؟ وهل هي محتاجه فلوس تاني ولا انت ليك فلوس عندنا تحب ندخلها لحاله تانيه؟ هي. الجهاز بتاعك اللي انت كفلته ده خدم في الشهر ده بس مثلا 5000 مريضه دخلوا واتعالجوا وفحصوا. فكل ده بياخده بشكل واضح جدا، بيوصل له عن طريق الايميل بتاعه او الوسيله الابسط ليه ان هو يوصل لها. كويس. وهو اي وقت عايز يجي يشوف ده بيجي وبيشوفه بعينيه. في شفافيه كامله، مش بقى فكره خلاص دفعت فلوس مالكش دعوه. تماما. لا لا احنا عندنا يعني لا تعالى شوف بهي الاول، تعالى شوف فلوسك عملت ايه عندنا. مصبوط. في بهي. في ناس كمان انا عجبني اخر زياره مره البهية، انه في ناس شاب بسيط معهوش فلوس قال لك انا مش قادر اتبرع بس جاي ابذل تبرع بمجهودي. طبعا كتير. حاجه حلوه قوي. كتير. كل اللي بيقدموا جلسات الدعم النفسي غير فريق بهيه الاساسي طبعا، كل ده بيبقى تطوع. كل معظم الرحلات اللي بهيه بتطلعها مش معظمها، هو كلها تقريبا بتبقى تبرع من جهات داعمه لبهيه. طب هاتوا المحاربات رحله عندي، بدون ذكر اسماء يعني، تعالوا يقضوا يوم على البحر عندي. حلوة. في المنتجع بتاعي وهكذا. كل دي حاجات تطوعيه، وقته حتى نفسه الطلبة اللي بيجوا لنا في الأجازات ويلفوا في المستشفى ويدوا الدعم للمحاربات ويعملوا مسجات جميلة تتوزع كلها أمل وبهجة. صحيح. كل دي حاجات تطوعية، مش لازم أكون بدفع فلوس بس، بدي طاقة،
بساعد، بسند أم أو سيدة محتاجة الطاقة دي ومحتاجة الدعم ده، خصوصا أن في منهم ناس كتير بيبقوا افتقدوا أحيانا السند ده من الأسرة، ما بين تعبوا وزهقوا وما بين مش موجودين أصلا، فما بيلاقوه في بهية بيحسوا أن في عيلة تانية، فعشان كده هي عيلة بهية. صح، ودي لي الشرب الحلو ده من بوتيك بهية؟ اه طبعا. لا لا. أنا بهزر طبعا، هو بوتيك بهية فكرة رائعة أطلقتها مجموعة من الإعلاميات الداعمات لبهية على رأسهم الجميلة إيمان رياض. هم فكروا إزاي نساعد محاربات بهية، واقترحوا على فكرة الفكرة على مجلس الإدارة، وإحنا رحبنا بيها جدا إن إحنا نعمل بوتيك. معروف طبعا إن الست أكتر حاجة بتفرحها ما تنزل تعمل شوبينج وتصرف فلوس طبعا، وتجيب بقى سكارفات ودريسز وحاجات كده. ففكرنا إزاي إحنا نسعد محارباتنا ونخليها ما تفكرش في المرحلة اللي هي بتمر بيها دلوقتي، كل ما تزهق تدخل تعمل شوبينج. فعملنا بوتيك صغنن جوه بهية بديكور وأناقة وشياكة، احلى بوتيك موجود في اكبر مكان في مصر. بالظبط، والحمد لله فوجئنا بان كل البوتيك قائم على ايه، يعني مين اللي عمل البوتيك؟ اللي عمل البوتيك احنا كبهية، اسسنا البوتيك جوه بهية بفكره استاذه ايمان. تمام، وابتدى وجبتوا الملابس واشتريتوا الملابس؟ والله احنا ما اشتريناش، احنا اطلقنا بس فكره ان احنا عايزين نفرح محارباتنا، بس كان لينا شروط. احنا لما هنتقبل ملابس يا اما تكون جديده انت شاريها مخصوص للبوتيك، يا اما تكون درجه اولى في الاستخدام ممتازه، يعني استخدمت مره مثلا ما فيهاش خالص خالص نهائيا، وتجيلنا متعقمه ومغسوله ومكويه، ده غير ان احنا بنعمل ده تاني. وابتدينا نطلب من الناس يا جماعه اللي حابب يساهم في بوتيك بهية، احنا اطلقنا بوتيك بهية. حلو، ابتدت ما شاء الله تجيلنا كل الحاجات دي من فنانات شهيرات ومذيعات وسيدات اعمال، وابتدى بقى كل المستويات دلوقتي ابتدت تبعت لنا كل الملابس دي في احسن حاله ممكن حضرتك تتخيلها. واتعمل البوتيك واتعمل له افتتاح جميل جدا جدا، والمحاربه بتيجي بيبقى ليها كل 3 شهور بتاخد عدد معين من الكوبونات عشان ما تحسش ان هي داخله مش هتدفع فلوس في الحاجه اللي هي بتعملها فتتضايق نفسيا. فعملنا لها كوبون زي ما اكون انا واخده فاوتشر من اي محل مثلا وداخله اشتري بيه، بتدخل تسلم الكوبون وتختار القطعه اللي هي عايزاها ليها او لزوجها او لحد من اولادها. حلو، في حاجات رجالي؟ وتقيس. اه طبعا. ايه ده؟ طبعا في كل حاجه. انت كل الكلام بيته مربوطه، فحسيت ان احنا بره القصه. لا لا لا، في رجالي واطفال كمان. كمان ودخلنا مؤخرا فساتين السواري والافراح. هاي، علشان بناتهم اللي هيتجوزوا. احنا جوزنا عروستين ولسه في الطريق ليك يعني. فابتدت الفكره تلقى نجاح كبير الحقيقه جدا من الناس كلها، وبقت الناس كلها بتيجي مخصوص تشوف بهية وتجيب الملابس دي، والمحاربة تدخل تنقيه وتختار الحاجة اللي عاجباها. حلوة قوي، حلوة وشيك، يعني حلوة وشيك وبسيطة ومبهجة ولو ما تيجي ان شاء الله وتزورنا وتشوف البوتيك، حتى قطع الملابس متعلق عليها تاكت كأنها سعر، بس احنا مش حاطين سعر بقى، حاطين مسج لطيفة كده، انتي جميلة انتي مبهجة، الله، اضحكي ضحكتك حلوة، كلها مسجز لطيفة مبهجة، تدي طاقة ايجابية. بالظبط، وهي بتنقي كده تحس ان هي مبسوطة، ومقاسات مختلفة طبعاً، كل حاجة موجودة، كل حاجة، كل من يعني من كل احتياجاتها، كل احتياجاتها بتلاقيها، حتى الاكسسوري بتلاقيها موجودة. طيب انتم يعني التبرع للبوتيك ده بيبقى عامل ازاي؟ لازم اجي واجيب اللبس ولا هو يفضل طبعا ان المتبرع او المتبرعه بتيجي بنفسها. بيبقى عندنا بصراحه هدفين من ده، احنا حابين الناس تشوف بهية على ارض الواقع، مش مجرد بس مكان انا ببعت له حاجه وهو يتصرف فيها. لا، بالعكس، حميميه مع المتبرع. بالظبط بالظبط، احنا عايزينهم يجوا ويشوفوا ويشوفوا نوع الخدمه ومستواها المقدم للمحاربات دول، وفي نفس الوقت يندمج مع عيلة بهية دي، يشوف هو يقدر يقدم ايه لعيلة بهية، مش مجرد تبرع بالهدوم او الفلوس. احنا مش عايزين الحاجة وبعد كده تنسى بهية، لا، احنا عايزينك تدعم السيدات دول وتبقى جنبهم دايما. صح، ده الهدف. فهي بيجوا بيشوفوا سلموا جنب الكافيتيريا كده، خدنا مساحه صغيره في الدور الاول. عايز يكبر ده. لا بس شكلها شيك جدا ومستوعبه كل حاجه. بجد هيعجبك. لا انا متوقع ان شاء الله بعد القعده دي هيجي لكم عربيه تنقل فيها هدوم. بس كده احنا عايزين حضرتك تجيلنا بقى مع العربيات. انا جاي وحاجه حلوه كمان، عندي شويه حاجات حلوه تسعد. يعني اكيد انت اصلا ذوقك جميل، فاكيد كل حاجه تبعتها لنا هتبقى جميله.
تاني التبرع، قولي لي وسائل التبرع ومصادر التبرع لبهية. التبرع المالي طبعا حسابنا في البنوك كله معروف، 8 ستات في كل البنوك، رقم 8 ستات. 8 ستات لو انا عايزه ابعت مسج ممكن ابعت على 9602، دي مسج قيمتها 5 جنيه. لو انا عايزه مندوب بقى يجي لي البيت بكلم 16602 اللي هو الخط الساخن بتاعنا، ممكن عن طريق فوري، فودافون كاش، امان، سداد، كل دي وسائل ممكن وانا في السوبر ماركت بدفع فاتوره اي حاجه اقدر اعمل السداد عن طريق بالرقم الفوري او حاجه على حساب مؤسسه بهي. تمام. يعني هو بس انا قصدي بالرقم الفلوس اللي انا عاوزه. طبعا الرقم 8 ستات في كل البنوك، 8 ستات في كل البنوك المصريه. والمسج كام؟ 9602. يعني اي حد دلوقتي قاعد في البيت عايز يتبرع ب 5 جنيه او مضاعفاتها تبعت مسج او اثنين او ثلاثة، هي قيمة الرسالة 5 جنيه، فممكن تبعت اكتر من واحدة لو حابة طبعا. طيب. مبلغ اكتر. واللي عايز مندوب 16602 واحد. ممكن على فكرة المندوب ده يجي لي عشان اديله هدوم. لا هو لسه دي ما توفرتش، لان دي محتاجة عربية بقى وامكانيات اخرى لنقل الملابس. مش هديله الدولاب يعني. احنا اتفقنا بقى، احنا عاملينها جرى رجلي يعني. عايزينه يجي يشوف. مش الهدف ان انا ابعت المندوب، الهدف ان انا عايز اجيبه. كمان عايزينه يدعم ويشوف ويحس بقيمة الحاجة اللي هو عملها قد ايه جميلة. يعني لما يشوف محاربة وهي خارجة عليه من البوتيك كده، هو بيتفرج مبتسمة ومبسوطة وشايلة شنطة شيك فيها حاجة جديدة. صح. هو هيحس بقيمة قد ايه هدومه اللي هو كان راكنها في الدولاب ما بيلبسهاش، قد ايه هي فرحت أسرة أو فرحت أم في موقف زي ده. صح. فدي صح. تفرق جدا. صح. نفسيا. وإحنا بننتهز الفرصة. أنت بيبقى عندك طبعا مؤشرات وأنت ماسكة الماليات، بتبقى مؤشرات امتى الدنيا بتعلى وامتى الدنيا بتهدى. بتبقى انتوا ايه المناسبات بالدنيا بتزيد فيها؟ والله احنا متعودين عيد الام وحاجات من في سيزونز طبعا. فتره عيد الام، فتره رمضان، رجب، شعبان، رمضان، اكتوبر عشان الشهر بتاع التوعيه بسرطان الثدي. بس احنا نفسنا الكيرف يعلى سبيشالي الفتره دي تحديدا علشان مبادره ال 21 يوم. لان احنا حددنا ان احنا محتاجين تقريبا 21 مليون علشان قبل 21 مارس عشان نغطي قوائم الانتظار. الحمد لله وصلنا منهم دلوقتي 13 مليون. أيه. فاضل لنا 7 فيعني او 8 ان شاء الله. ان شاء الله. انا وشي حلو وانت وشك احلى طبعا. فان شاء الله دايما وشك حلو علينا والله. انا شايف ان شاء الله للناس هتتكلم، خصوصا ان احنا مقبلين على عيد الام. ان شاء الله. فالناس طول الوقت بتفتكر في المناسبات دي بالزبط. الام وازاي اساعد المراه. واللي زي امي واللي محتاجه تتساعد في الوقت ده. واللي هيتبرع على فكره هياخد حاجه شيك قوي لمامته برضو. احنا عاملين كارت لعيد الام في منتهى الجمال، كان نفسي اجيبه معايا بس انا نسيت للاسف. مكتوب فيه مسج جميله جدا جدا لامه، ان انا برد لك الجميل بان انا عملت صدقه جاريه باسمك، وفي نفس الوقت بفرح ام تانية مستنيه تطمن على نفسها. حلو قوي. فهو كانه فرح مامته وفرح ام تانية في بهي. لا انتوا الحقيقه جمال وافكاركم جميله والمشاعر الحلوه اللي جواكم بتطلع كمان في افكار حلوه. الحمد لله. فكل التوفيق. وانا سعيد بيكي وسعيد بالمؤسسه وان شاء الله قريب قوي هنتقابل جوه المؤسسه. يا ريت تنورنا بقى وتشوف البوتيك بنفسك بقى. ان شاء الله. شرفتيني وسلامي كل المحاربات الجمال وزملائك والمهندس ماجد. كانوا عايزين يجوا معايا كلهم والله. والله لو كنت قلت كنت انا بعت لهم اتوبيس ينوروني. ربنا يخليك يا استاذ. ان شاء الله القناه الجايه في المؤسسه ان شاء الله. نورتيني ان شاء الله. ميرسي ميرسي. بشكر حضراتكم. بعد الفاصل الفقره الطبيه في اخر النهار، وانا اقول لكم تصبحوا على خير واشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده.